إلى ضيفي النشرة الثقافية الآن الكاتب الجزائري المهجري والعضو في اتحاد الكتاب الجزائريين والعرب الباحث الكتاب والروائي والمبدع خلقك شيء مولود من الأشياء بنزادي. لا تفرط في المدح والثناء، فالورد يموت من كثرة الماء. مولود بنزادي، إذن من أراضي المهجر إلى بلاتو النشرة الثقافية، مرحبا بك أستاذ. مرحبا، تحية طيبة لكل المشاهدين في كل مكان. تحية طيبة أيضا إلى الجزائر التي أزورها اليوم والتي سوف أرحل عنها بعد أيام قليلة للأسف. ماذا أقول لهذا الوطن العظيم الجزائر؟ ماذا أقول لبلادي؟ أقول رحلت عنك يوما يا بلادي، فغبت وما كان الأمر بيدي، وما غيابي عنك إلا بالجسد، فبروحي وفكري معك للأبد. ربما كلمات جميلة لكن فيها الكثير من الوجع، كلمات عن الغربة. هل مولود بنزادي اختار الغربة أم الغربة هي من اختارته؟ ربما الاثنين، اخترت الغربة ربما حتى لأني أولا كنت أدرس اللغة الإنجليزية وتخرجت من معهد الترجمة حتى أمارس اللغة الإنجليزية وحتى أتقن هذه اللغة، وأيضا حتى تكون لدي تجربة أخرى. معلوم أن الشخص الذي يعيش في وطن واحد تكون له تجربة واحدة، أما الذي يعيش في أوطان مختلفة تكون له يكون أكثر تفتح. نعم أكثر تفتح. وصدقني صدقني صدقني، تعلمت من الغربة الكثير. لو عشت في الجزائر ما كنت أكيد أفكر مثل ما أفكر اليوم. صحيح، ربما بناء شخصية تتقبل الآخر أكثر وتبدع أكثر ومتفتحة على آفاق أوسع. اليوم ربما جئتنا للجزائر ومعك أعمال وإصدارات جديدة، معك معجم جديد وأنت معروف عن تقديمك لمعاجم ربما الزاد. حدثنا نعم أكثر عن هذا العمل الجديد قبل الحديث اوكي عن الرواية الجديدة أيضا. اوكي معجم مازاد هو الاول من نوعه في الجزائر وبلاد المغرب العربي. استغرقت كتابة هذا المعجم حوالي 3 سنوات، كاد ان يسبب لي نيرفس بريك داون، كاد ان يسبب لي ازمة حقيقة، انهيار عصبي. لماذا؟ لأني كنت أسهر، كنت أحيانا أنام فقط ساعتين أو 3 ساعات، أتعبني حقا. وعندما وصلت إلى منتصف الكتاب كدت أفقد صبري وكدت أتخلى عن هذا العمل. طبعا العرب كان ثمة أعمال من قبل، أعمال تعود إلى العصر العباسي، أذكر منها مثلا ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأصمعي، كان ذلك سنة 831 أعتقد، كذلك أسماء الأسد لابن خلويه، كان ذلك في حدود القرن العاشر. جميل جدا، ربما كل هذه المعلومات كل هذه المعطيات تستحق إلى مرحلة بحث طويلة. وما هي المصادر التي تعتمدها في جمع كل هذه المعلومات وأيضا التأكد من صحة المتجانسات والمترادفات اوكي العربية؟ اعتمدت على المعاجم العربية القديمة لأنها ثرية وثرية جدا في هذه المادة الترادف، ومنها هذا المعجم الذي ذكرت الآن، أسماء الأسد ومعاجم عربية أخرى. لكن المشكلة هي أن اللغوي العربي في الماضي كان يجمع المترادفات ضمن مجموعات إذا أو محاور، مثلا موضوع الحزن، موضوع الفرح، موضوع الغضب. إذا في موضوع من هذه المواضيع يجمع ما أمكنه من ألفاظ وتعابير مترادفة، لكن المشكلة هي أنه يعسر على الباحث إيجاد المترادفات. فإذا بحثت مثلا عن كلمة بدأ أو شرع أو طفق لن أجدها، سوف أتوه بين هذه المجموعات ولن أتمكن لكن من ربما إيجاد أنت هذه. وفقك الله واليوم نعم جمعت كل هذه نعم المعطيات وتقدم هذا الزاد، فعلا هو زاد مهم جدا. لكن ربما بعد مرحلة البحث الطويلة هذه وربما اليوم تقدم هذا المعجم، هل هناك متلقي؟ هل هناك فعلا مستعمل للمعجم في المترادفات والمتجانسات؟ نحن نعرف أنه ربما اليوم عصرنا هو عصر الرقمنة، عصر الإلكترونيات، عصر
التكنولوجيا. بلا شك ثمة طلب على هذا النوع من المعاجم، خاصة أني اعتمدت مثل ما قلت على المعاجم العربية، أيضا اعتمدت على المعاجم الأجنبية بحكم أني أتقن اللغة الإنجليزية. اطلعت على معجم أكسفورد لسينونيمز المترادفات، فشاهدت أن هذا المعجم يخضع لترتيب أبجدي متكامل بحيث يمكنك البحث عن كل الألفاظ المترادفة. فطبقت إذن النموذج البريطاني أو النموذج الإنجليزي أو نموذج أكسفورد على هذا العمل، فهذا العمل يجمع ما بين القديم وبين الحديث، بين العربي والأجنبي البريطاني. لماذا لم تفكر في رقمنة هذا العمل؟ في لطرح السؤال بطريقة مختلفة، لأنك لم تجبني عن السؤال، لماذا لم تفكر في رقمنة هذا العمل؟ ونحن نعرف أنه اليوم النسخ الرقمية هي الأكثر انتشاراً خصوصاً في أوساط الطلاب والباحثين. أنا في تواصل مع مؤسسة نشر، ممكن في المستقبل سوف يكون هناك معجم رقمي. مثل الصحف لابد أن نتأقلم مع طبعاً. الزمن، فالصحف في الماضي كانت صحف ورقية، ثم اليوم هو عصر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة. الآن القارئ إذا يستطيع أن يقرأ الصحف على اللوح الإلكتروني، على الهاتف النقال، مختلف نفس الوسائط الشيء نفس الشيء. الرقمية. أنت ربما أستاذ جئتنا اليوم ليس فقط بالمعجم وأيضا بإصدار جديد اللي هو رواية، حدثنا أكثر عن هذا الإصدار الجديد. الإصدار الجديد هو ما وراء الأفق الأزرق. ما وراء الأفق الأزرق هو عمل يروي قصة كاتب من المغرب العربي وكاتبة من المشرق العربي. إذن في هذا العمل حاولت أن أجمع بين شطري الوطن العربي الشرقي والغربي. الكاتبان يعيشان في مدينة لندن، يلتقيان في مدينة لندن ويتفقان على كتابة رواية مشتركة، لكن هذه الرواية تكون وفق نموذج عمراني جديد لا يكون قد سبقهما إليه أحد من قبل. وقلت لي أنا، لفتني ربما المصطلح اللي قلت لي في الكواليس هي رواية فكرية. نعم، ربما ما هي الرواية الفكرية واحنا ما اعتدناش على هذا المصطلح كثيرا. ربما اقول لاني من قبل كتبت رواية بعنوان رواية ريح القدر، وقلت في مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر قلبي. لماذا؟ لانها تعبر عن عواطفي. اما هذه الرواية ما وراء الأفق الأزرق فهي عقلي. لماذا؟ لأنها تعبر عن مواقفي وعن أفكاري. فالكاتبان يعبران عن مواقف وعن أفكار من خلال الرواية الجديدة، لكن هذه الأفكار ليست أي أفكار، إنها أفكار صقلتها بيئتان مختلفتان. هذا مهم جدا، صقلتها أقول بيئتان مختلفتان، وهما البيئة العربية وبيئة المهجر. مثل ما قلنا من قبل، بيئة المهجر يعني الحضارة، التقبل. لكن من المفروض أن هذه الرواية أيضا تقدم للقارئ في المهجر أو للقارئ الأجنبي. أنت الغريب ربما في المعادلة أنك لم تترجم رواياتك إلى لغات أجنبية، لماذا؟ أنا الآن في تواصل مع مؤسسة ممكن أنها تقوم بترجمة أعمالي مستقبلا، مع أني مترجم لكن لا أملك الوقت لترجمة أعمالي. أفضل خصوصا إذا كان رواية. نعم، أفضل أن أعاني من ضيق الوقت. ضيق الوقت مشكلة كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا، فأفضل أن أستثمر ذلك الوقت في كتابة رواية جديدة أو كتابة مقالة، لأني لا أكتب فقط الروايات، أكتب أيضا المقالة. صحيح. والمقالة مهمة ومهمة جدا، لأنك عن طريق المقالة يمكنك أن تمرر الكثير من الأفكار وأن تعبر عن كثير من المواقف. هل من السهل على الكاتب أن يتراوح بين كل هذه الأنواع الأدبية، بين كل أنواع الكتابة؟ أنت ربما تقدم بحوث وتقدم معاجم، تكتب روايات وتكتب أيضا مقالات، هل من السهل على الكاتب أن يتراوح بين هذه الحقول؟ أجيب على هذا السؤال، أقول وهل من السهل أن يكون أي لاعب مثل رونالدو أو إذا مثلا رونالدو إذا لاعب كبير؟ إنها موهبة في تصوري، إنها موهبة وأيضا معرفة. الكثير من الكتاب يكتب الرواية، لكن القليل منهم يكتب مقالة. يكتب مقالة مثلا وسيم أرش لأنه مفكر، يكتب مقالة أمين زاوي لأنه مفكر أيضا. وما هذا ما يصنع تميزهم.
هذا ما يصنع التمييز. وفي اعتقادي المقالة مثل سلاح طيران في الحرب، يعني يمكنك أن تشن هجمات على الأعداء، وقد يكون هؤلاء الأعداء قد يكون بؤر تخلف وبؤر تشدد، يعني يمكننا أن نقصف هذه البؤر عن طريق المقالة، لأن المقالة يمكنها أن تصل إلى قراء في وطننا العربي. أنا مثلا أكتب في بعض الجرائد الكبيرة في لندن، مثلا صحيفة القدس العربي، صحيفة رأي اليوم اللندنية. صحيفة القدس العربي تصل إلى كل الأقطار العربية، يقرأها كل عربي، فيمكننا أن انتشارها أكبر وأسرع أظن مع الوسائل الاسم التكنولوجية ينتشر. الحديثة. الاسم ينتشر، وليس فقط الاسم، أيضا الأفكار. مثل ما قلت، يمكننا قصف أسميها بؤر أو قواعد التشدد. إذا هذه القواعد الملاحظة للحضارة يمكننا أن نقصفها من خلال مقالة أكثر أكيد، من الرواية، لأن الرواية لا تصل إلى كل القراء، والرواية خصوصا إذا ما كانتش مترجمة كما قلت لك. نعم. أما المقالة فهي بسيطة، يستطيع أن يقرأها أي شخص في أي مكان. مولود بن زايد، ربما آخر سؤال اليوم، نحن مقبلون على صالون الجزائر الدولي للكتابة، فعالية ثقافية مهمة، هل هناك مشاركة للأديب والروائي والباحث مولود بن زايد في هذه الفعالية؟ نعم، بعد مقاطعة في الماضي ستشارك رواية ما وراء الأفق الأزرق في هذا الصالون. لماذا المقاطعة في الماضي؟ المشكلة أني كنت أفضل عدم التحدث عنه، لكن أقول أو أود أن أحصل على دعوة مثل بقية الكتاب. لا صحيح، أرى لماذا وهذا حق مشروع. لا أرى لماذا يحصل بعض الكتاب على دعوات ولا أحصل عليها أنا، إذا كنت أديب وكانت لي مؤلفات تدرس في الجامعة الجزائرية، وكانت لي مؤلفات إذا فيها أفكار، وممكن ويمكنني خدمة الوطن في المستقبل. إذا تحصلت على مثلا بعض الدعم المعنوي، لا احتاج الى دعم مادي، احتاج الى دعم معنوي من خلالكم، من خلال الاعلام، دعوتك هذه حتى يكتشفنا القارئ الجزائري مرحبا بك في والعربي. كل وقت. احنا على كل حال دعوتنا مفتوحة لكل نعم. الفضاءات الثقافية على قنوات زاير نيوز وزاير تيفي. ربما في الأخير نكمل بإبداعاتك بمقطع من اختيارك، نهديوها لمتابعي نشرة ثقافية على قناة زاير نيوز. ربما مقطع مقطع من اختيارك نهديوه اليوم، خصوصا انك اول ماشي. مره تحضر شكرا. معنا في بلاتو النشره الثقافيه، ونتمناه ما تكونش اخر مره. أوكي. فيلج في الاستعبار، فتنهل عبراته انهلال القطر، وينفجر بركان الانين في اغوار نفسه، فتنبعث من داخله كلمات بريئه تتناثر حبرا سائلا على الورق، ممتزجا بتلك العبرات في مناجاتها من بعد رحيلها. لا 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 تكذبي، لا تقولي هد الدهر حبنا فانتهى ما كان بيننا. لا 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 تكذبي، فحبنا متين كالصخر، فسيح الأرجاء كالبحر، سراج يشع مدى الدهر. إنك على فراقنا نادمة، في فراش الآلام نائمة، في بحر الدموع عائمة، وحيدة بائسة سائمة، على وجهك هائمة. فلا لا تكذبي، لا تقولي هد الدهر حبنا فانتهى ما كان بيننا. لا 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 تكذبي، فحبنا متين كالصخر، فسيح الأرجاء كالبحر، سراج يشع مدى الدهر. صورتك لا تبرح خيالي. شكرا خلاص. جزيلا، الكلمات جميلة جدا، نتمنى لك التوفيق في كل المشاريع المستقبلية، نتمنى لك التوفيق أيضا في مشاركتك في صالون الجزائر الدولي للكتاب. شكرا على قبول الدعوة، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. شكرا جزيلا للاستضافة، وأدعو المشاهدين لمتابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي، سأكون عند حسن ظنكم جميعا. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات الجميلة والمعبرة نطوي أوراق النشرة. موعدنا الثقافي يتجدد غدا بحول الله. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.